بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة جمعة بس من حد مختلف خالص، يعني ما اعرفش انت هتصدق ولا مش هتصدق، الشيخ أفيخاي أضرعي. مين أفيخاي أضرعي ده؟ ده عامل قلق في المنطقة، ده الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، يعني بيتكلم باللغة العربية وداخل بقى في الموضوع ودارس بقى، ويعني بيعاوز يقول لك ان انا واحد منكم وانه وعايش دور المظلومية وانه بتتجنوا علينا واحنا مظلومين، وبيحاول يستعطف الناس وبيخش على حسابات المشاهير زي الفنانين والممثلين والمطربين، علشان يعني يا جماعة لا ما تعملوش كده. الشيخ أفيخاي يا جماعة هو اللي هيخطب النهاردة، بيقول ايه؟ يلا تعال نسمع الشيخ أفيخاي اهو. السلام عليكم. السلام عليكم. نتحدث اليوم عن فضائل يوم الجمعة المبارك. يا سيدي الشيخ أفيخاي هيتحدث عن فضائل يوم الجمعة المبارك، هو عارف ان يوم جمعة وان هو مبارك، وهو اللي هيتكلم عن فضائل يوم الجمعة. الشيخ أفيخاي على فكرة عنده 38 سنة، بس تعالوا شوف بيقول ايه. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، رواه مسلم. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، رواه مسلم. ماشي. فيوم الجمعة تحول في الأسابيع الأخيرة بتوجيهات من قادة حماس الذين يدعون الإسلام. اسمع، يوم الجمعة تحول بقيادة حماس اللي هي بتدعي الإسلام إلى إيه؟ من جمعة عمل وخير إلى جمعة شغب وعنف وإرهاب. يا سيدي من جمعة خير وعمل إلى شغب وعنف وإرهاب. أولا مش حماس هي اللي بتوجه الناس، قضية فلسطين أو قضية الأقصى أو قضية بيت المقدس مش قضية حماس ولا قضية القسام، هي قضية كل مسلم، قضية 1,600,000,000 مسلم، إن إحنا كمسلمين بندافع عن مقدساتنا، بندافع عن أرضنا، بندافع عن عرضنا. مش حماس بس هي اللي بتدافع عن فلسطين يا أفيخاي. وبعدين يقول ايه؟ ان حماس او الفلسطينيين حولوا يوم الجمعه ده من يوم خير وعمل الى عنف وشغب وارهاب. لا، يوم الجمعه عندنا هو يوم عيد، لو انت ما تعرفش هو العيد الاسبوعي لنا يا أفيخاي. وبعدين لازم تعرف ان افضل حاجه ان احنا نقاتل في سبيل الله، من افضل الاعمال الجهاد في سبيل الله، يوم جمعه، يوم سبت، يوم حد، مش عارف اي يوم بقى. وبعدين ما تنساش يوم السبت ده انتوا خالفتوا فيه ربنا سبحانه وتعالى، بيقول عن يوم السبت اللي انتوا خالفتوا فيه منهج ربنا سبحانه وتعالى. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، علشان لما بيقول لكم انتوا ابناء القردة والخنازير يبقى ده ربنا سبحانه وتعالى مسخ من خالف منهج الله سبحانه وتعالى منكم يا يهود. ايه تاني؟ فكما قيل في القرآن الكريم في سورة الجمعة الآية 10، فإذا قوديت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا اسمعها مني يا أفيخاي بقى، يا ريت الفيديو ده يوصلك. الله سبحانه وتعالى في الآية رقم 10 من سورة الجمعة اللي انت قلتها بس قلتها غلط، الله عز وجل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أفيخاي، يا شيخ أفيخاي، أفيخاي، الآية دي رقم كام؟ رقم 10، سورة ايه؟ الجمعة. تبرجع كده 4-5 آيات، الله سبحانه وتعالى من نفس الصورة بيقول ايه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل. تعرف تكمل يا أفيخاي؟ الآية رقم 5 سورة الجمعة: كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أظن الآية واضحة. إيه تاني يا شيخ أفيخاي؟ قول. فكيف نفسر كل هذه الأعمال البديئة التي يفعلها من يدعي إنه مؤمن، من حرق للأرض؟ وماذا تقول أنت في أرض اغتصبتموها، في أرض تجنيتم عليها،
في أرض ليست لكم، لو أن أرضك أو بيتك أو عرضك اعتدى عليه أحد من غير قبيلتك أو من غير عائلتك، ماذا أنت فاعل؟ هل ستنظر إليه؟ هل ستقول له مهلا؟ هل سترحب به؟ أم ستعتدي عليه؟ نحن نعتدي على من يعتدي علينا، وهذا ديننا، نحن ندافع عن أنفسنا. القتال عندنا أننا نقاتل من يقاتلنا، وأنتم اعتديتم واغتصبتم وظلمتم ونهبتم وحرقتم وفعلتم الأفاعيل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا أمر الله سبحانه وتعالى لنا. ديننا دين السماحة، لكنكم ظلمتم أنفسكم وظلمتم غيركم، لكن التاريخ لن يرحمكم يا أفي خاي. فكيف نفسر كل هذه الأعمال البديئة التي يفعلها من يدعي إنه مؤمن، من حرق للأرض؟ من حرق للأرض؟ من إيه حرق للأرض؟ وانتوا اللي عملتوه 21/8/1969، الشاب موهان الصهيوني اللي جه من استراليا علشان يحرق الأقصى، وحرق الأقصى وحقق خسائر كتيرة من العمل ده. أنتم يا يهود، وليه 21/8؟ خلي بالك هم حارسينه بيركزوا. 21/8 بيقول لك الملك الروماني تيتس سنة 70 ميلاديا هو الذي دمر هيكلهم الثاني في زعمهم، مش حاجة اسمها هيكل خالص. المنصفون من اليهود قالوا لا يوجد، لا وجود للهيكل، لا في نصوص دينية ولا توراتية ولا تاريخية ولا أثرية ولا أي حاجة، مش حاجة للهيكل ده. فالحرق، أنتم من أبدعتم الحرق يا أفي خاي. من خلال كل هذه الأدوات المتخلفة. أي أدوات متخلفة؟ أي أدوات؟ الصاروخ عندكم كان يكلف $50,000، صاروخ المقاومة لا يتجاوز تكلفته $300. سلاح الأطفال والصبيان والشباب والرجال والنساء في فلسطين الذين يدافعون عن الأقصى، سلاحهم الحجارة، سلاحهم الطوب، سلاحهم الكلمة، سلاحهم المقاومة، سلاحهم المواجهة، سلاحهم البطولة. لكن أنتم معكم الأسلحة، لكنها ستنتهي وستزول منكم بإذن الله تعالى. فكما قيل في سورة البقرة الآية 27: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، بيقول الذين ينقضون عهد الله، بيستدل بالآية إن احنا نقضنا. أي عهد نقضناه يا تافه؟ أي عهد نقضناه؟ أنتم اليهود ناقضوا العهود على مر العصور والدهور، والتاريخ يشهد بذلك. نقضتم العهود مع كل الأنبياء، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وهذا استفهام توبيخي من الله سبحانه وتعالى لكم. الله سبحانه وتعالى يقول عنكم أيضا: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. أنتم نقضتم العهد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه أصاب عندما هاجر من مكة إلى المدينة كان موجود بنو قينقاع، يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة ويهود خيبر. بنو قينقاع نقضوا العهد مع سيدنا رسول الله بعد أن اعتبرهم من الدولة وهادنهم وأراد أن يتعايشوا معه ويتعايش معهم. لكنكم غدار، لكنكم نقاد، لكنكم نكاث للعهود، هذا طبعكم ليس بجديد. ومن يظن أن اليهود سيوفون بعهودهم في لحظة فقد كذب القرآن الكريم. خلاص، هم هذا طبعهم وهذا دينهم وهذا ديدنهم. نقضوا العهد، يهود بني قينقاع في المدينة نقضوا العهد بعد غزوة بدر فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نقضوا العهد بني النضير، نقضوا العهد بعد غزوة أحد حينما أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. بنو قريظة نقضوا العهد يوم الأحزاب في يعني في المعمعة زي ما بيقول، والحصار شديد والأحزاب متحزبة حول مدينة رسول الله، يأتي بنو قريظة ويخونوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود سبب الفتنة في عهد سيدنا عثمان، سبب الفتنة أيام سيدنا علي وبعد سيدنا علي عبد الله بن سبأ. اليهود وراء قتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اليهود هم الذين أرادوا أن يثيروا الفتنة بين الأوس والخزرج ليوقعوا بينهم، مش عاجبهم أن هم يعني المسلمين أو العرب يجتمعوا. فأنتم منذ أول لحظة تكيلون وتنقضون وتغدرون.
اليهود هم الذين أرادوا تسميم النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة التي وضعت السم في الشاه مرأة يهودية يوم خيبر أو في عام خيبر. اليهود هم الذين سحروا للنبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم وكان يهودي. اليهود وراء كل دمار. وبعدين بقى انتوا عارفين الخلافة العثمانية لما السلطان عبد الحميد راح لهرتزل علشان يسمح لليهود بالهجرة من دول أوروبا إلى فلسطين لكنه وقف حجر عثرة لم يهدأ لهم بال، ظلوا وراء الخلافة العثمانية حتى أسقطوها. ليه؟ عشان الخلافة العثمانية كانت واقفة قدامهم كده حاجز منيع وصد قوي إن خلاص مش عايزين هجرة، وأوقف هجرة اليهود إلى فلسطين فظلوا وراء الخلافة العثمانية حتى أسقطوها. هم دول اليهود اللي نقضوا العهود وبيفسدوا في الأرض. تعالى بشوف الآية بيقول فيها الشيخ في قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. لا، أنتم اللي أفسدتوا في الأرض يا أفخاي، أنتم اللي أفسدتم في الأرض وعملتوا كل حاجة فيها دمار أنتم وراءها. الثورة الفرنسية التي اندلعت عام 1789 أنتم وراها. تمويل حملة نابليون بونابرت في أوروبا إلى مصر وبلاد الشام أنتم وراها. التمهيد للثورة الاشتراكية في أوروبا والشيوعية في روسيا القيصرية سنة 1860-1905 أنتم وراها. اليهود وراء اغتيال امبراطور النمسا 1899، وراء اغتيال ملك ايطاليا 1900، وراء اغتيال الرئيس الامريكي ماكينيلي 1901، وراء اغتيال الامير الروسي سيرجيوس 1905، وراء اغتيال ملك البرتغال وولي عهد 1908. اليهود وراء هذا. ولذلك اعجبني تريشكا الفيلسوف الالماني بيقول: يا اسمع بقى، شوف الفساد اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفهم به في الارض. الله عز وجل يقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. يبقى أنتم يهود أنتم اللي وراء أي فساد. فيلسوف الألماني تريشكا بيقول إيه؟ وراء كل جحر ثعبان يهود، وراء كل تفاحة فاسدة دودة يهودية، وراء كل حريق عود ثقاب يهود، وراء كل خيانة زوجية غواية يهودية، وراء كل مصيبة وشاية يهودية، وراء كل مرض ميكروب يهودي، إنهم المرض والدمار والحرب لكل البشرية. إحنا قلنا ردنا عليه: الذين ينقضون عهد الله وأنتم نقضتم العهد، وده طبعكم يا يهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق، مش جديد عليكم. زي ما سمعنا بيقول: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إن شاء الله أنتوا الخاسرين، وأنتوا اللي حتندموا، لأن النهاية لنا بإذن الله، ولن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. وجولدا مائير بتاعتك عارفة الكلام ده وموقنة بالكلام ده، ولما بيسألوها قالت لهم صحيح، لكن بشرط: إذا كان عدد المسلمين في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة فأبشر يا أفخاي، بإذن الله سننتصر عليكم، والدائرة ستكون لنا بإذن الله تبارك وتعالى. وكل الأسلحة وكل الناس اللي بتدعمكم وحائط المبكى ولا حائط البتاع اللي انتوا بتعملوه ده، إن شاء الله ستزولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. يبقى انتوا اللي نقضتوا العهد، وانتوا اللي فسدتوا في الأرض، وانتوا حتى يعني نقض العهد لما انتوا طلبتوا وقف إطلاق النار رحتوا برضو للناس وهي بتصلي الجمعة في الأقصى وضايقتموها وضربتم عليها نار وخلاص، وانتوا عايزين توقفوا النار، وهذا كان انتصار لنا نحن المسلمين، لأننا مناضلون مقاتلون من أجل مقدساتنا وأرضنا وعرضنا، ولن يضيع الأقصى من بين أيدينا بإذن الله، وسنصلي فيه إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر الزمان. ألي تمام. فكفى لاستخفاف حماس بكم ومستقبلكم وبدينكم الحنيف. كفى استخفاف، انت اللي بتستخف بنفسك وبتفكر نفسك انت بتستخف بغير المسلمين، او بتستخف الناس بتستخف المسلمين، او بتستعطف الناس وبتستعطف العرب وبتستعطف العلمانيين. لا، نحن غيورون على مقدساتنا،
انت بتحسسني، انت عارف اللي رمتني بدائها وانسلت، انتم قتلة، انتم مغتصبون، محتلون، انتم شذاذ، انتم شرذمة، انتم ستزولون. تعرف احنا كمسلمين، احنا كمسلمين يا أفخاي، يا شيخ أفخاي، 1,600,000,000 لو ان كل واحد منا بصق بسقة ستغرقون في بحر هذا البصاق. يا أفخاي، انتم عددكم على مستوى العالم كله ما يتعداش 20,000,000، فنسبة لا تقارن. قد نكون في نوم لكننا لن نموت، لن نموت، وسنعود بإذن الله تبارك وتعالى وحتندم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بس الشيخ أفغاي كان عاوز يقول لنا الخطبة دي، وإحنا حاولنا نخطب معاه ونرد عليه. أشوفكم على خير، لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك للفيديو، وبعد ما تشاهد شارك ليصل الخير إلى الغير، وما تنساش سبسكرايب للقناة. عاوز أقول لكم كلكم إني في الله أحبكم. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.